اهلا بنات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن احوال، امور ديالكم تكون دائما مزيانه. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم جيت باش نكمل لكم تتمه ديال المشتريات ديال الحفل ديال هذا الحفل ديال النوال. بالنسبه للفيديو السابق كنت حطيت لكم بعض التقضيه، ودابا باش نكمل لكم التقضيه. اول حاجه غادي نشارك معكم، حيت شحال من مره البنات كنسى ما كنشاركش معكم كل شيء، ولكن اليوم قررت انني نشارك معكم. بغيت نشارك معكم هذا نشارك معكم الفخير هو الاول، حاجه البارده هي الاولى باش ندير في الثلاجه. ماتين كاسكو تو في المهم بالنسبه لهاد المشتريات حقا بعدا. بالنسبه لهاد المشتريات ماشي انا مشيت تقديت، الزوج ديالي السابق هو اللي مشى عيط ليا في هذا في المغازه اللي هو تقدم منها. من زهر انني انا كنت في ديك المغازه جيت ليها وما تلاقيناش، قلت له راني تما صافي جا عندي وعطاني التتمه ديال التقديه. بغيت نشارك معكم هاد البوش غلاسي او حلوه غلاسي كما كتشوفوا بحال هكا زوينه البنات. هذه كتكون غلاسي ما عرفتش هذه شحال خداها، حيت هو اللي عارف الاثمنه ما عرفاش انا بشحال خداها. المهم باين عليها زوينه بالنسبه للنكهه، هذا فاني كراميل اي بورسالي. المهم كاينه هذه، شنو اخر عاوتاني ما عرفتش واش خدا غير وحده ولا جوج. وهذه البنات هذه حتى هي غلاسي. انا اضطريت اني نحيد الصوت لحقاش كنت غلطت وقلت لكم بلي راه غاتو عاديه، ولكن من بعد لقيتها بانها يعني حتى هي غاتو غلاسي. المهم هنايا الحامض البنات، شي حاجه تكسحات ما عرفتش هنايا الكروفيت الكروفيت الماء ديال الكروفيت، انا كنحب شي حامض ولا شي حاجه تاع الكروفيت. اي خنز ليا يدي نو ماتين نو. شوفوا ولدي شنو دار ليا، شوفوا الي تو تاغيت. غادي نشارك معكم دابا هاد لي كروفيت البنات. هذا لي كروفيت اللي كيكون كبير بزاف، راه كيكونوا كبار، كنديروهم كنسوطيوهم في المقله مع الثومه مع الربيع، كيجيو فنين غريي الا كنتو عرفتوهم، ماشي دوك الكروفيت الصغار، هذوك الكبار. هذا تقريبا هذا كيلو وشي حاجه البنات، جات ب شنو الاثمنه 95، جات ب 95 اورو تقريبا، قولوا جات تقريبا ب 100 اورو، يعني تقريبا حيدي منها 5 اورو 100، قولوا تقريبا 100 اورو يعني ناقصه 5 اورو. هذا غالي بزاف، كيكون زوين ولكن غالي بزاف. ماتين كيف كتشوفي هاد الولد دار لي مشوطني. هادو البنات هذا لي زويتر، هادو لي زويتر لي زويتر هادوك اللي كيكونوا ما عرفتش كيقولوا لهم، حتى من بعد نقلب لكم عليهم على الترجمه ونقول لكم. هادو لي زويتر حتى هي كيلو شي حاجه، جات ب 11 اورو و 33 تقريبا، كاينه شي 14 حبه هنا كما قال لي 14 حبه ب 11 اورو و 33. انا كنحمق عليهم، دابا نوريهم لكم. صراحه هاد لي زويتر ماشي كلشي كيبغيهم، فين يعني فين وفين ديال الناس اللي كيبغيهم. هادي سلطه عاديه، هنا الفرماج، فرماج الماندالين، الماندالين البنات كيتحط مع الفاكهه الا كنتو عقلتو حطيتو ليكم. دابا نشارك معكم التقاليد ديالهم ديال عيب بحال عيشوره. هذا الربيع، الربيع ديال فرنسا ما كيعجبنيش انايا، هذا الربيع ديال فرنسا نسيت ما قلتش يجيب له الربيع ديالنا. المهم صافي شنو اخر، وهنا الثومه هنايا هنايا هنا الدجاج ديك سميتو هذا الشابون البنات، واحد الدجاج كبير كيقولوا له الشابون، هو هذا كيكون غنوريه ليكم. المهم ها هو كيكون بحال هكا البنات، شوف يكون كبير هانتوما. المهم البنات بغيت نوريكم واحد الكوليه، هي وصلت هنايا، هذه غير كوليه وحده، هذه ماكينه ديال القهوه. كما عارفين انايا عندي هاد الماركه ديال
ديال بوش ديال تاسيمو. صراحه اش غادي نقول لكم، هذه كدير القهوه زوين، ولكن القهوات ديالها اللي ما كيكونوش زوينين اصلا كيكونوا غاليين وما كيكونوش المذاق ديالهم، خصوصا الزوج ديالي ما كيعجبهمش. مازال انا صابة كنشربهم، خصوصا ملي كندير قهوه مع الحليب كنشري دوزات ديال القهوه والحليب، هما لي دوزات. انا كنشري هادو زعما ديال لا مارك دور، يعني ماركه زوينه واخا كتكون غاليه، ومع ذلك القهوه ديالها ما عرفتش ما كتجيش زوينه، ما عرفت قهوتها باسله ما زويناش، ولكن بحال دابا كديروا الكابتشينو ولا كديروا الشوكولا كيطلع فيها زوين، يعني كدير داك لاموس. مي راجلي ما بقاش بغاها، قال لك انا ما حملتهاش، ما بقاش ما كتعجبنيش نشرب فيها القهوه، وقال لك غادي يبدلها. داكشي علاش حنا بدلناها، لي دوزات ديالها غاليين. دابا يمكن كندور خدا تاشتي كوا سينسيو، كندور خدا سينسيو خدا باغ انترنيت، قالت لي سينسيو من جينا لقينا لي دوزات ديالهم رخاصين وعاجبينو هاد سينسيو، يعني كانت عندنا قبل وعجبته بزاف. المهم انا نحلوه معاكم دابا تشوفوها، انا باقا ما شتش تبلو فغي خستوف، انا باقا بصراحه ما شتهاش، ما عرفتش اين لون نختار ولا شنو. انا اللي قال لي ان قال لي راني دومونديت ديال الماكينه ديال القهوه، يعني بحالي بحالكم، قال لي راه سينسيو وانا كنشوف كنتسنى. قالت شويه جدا، يعني اللون ديالها ما عرفتوش. اه هي هاد سينسيو، ها هي البنات، هي هادي سينسيو، هادي هي اللي خدا هاد الماركة. المهم تنحلها ونشاركها معاكم. حقا ونسيت ما قلتش لكم، هادو لالا ديال الكوزينة، هادو لي بوال البنات اللي عندي، ها هما بالإيد، وأنا عندي المجار صغير وما عنديش البلاصه فين ندير يعني الماعن، ما عنديش بزاف البلاصه فين ندير الماعن. سمحوا لي البنات، جيت هنايا لحقاش الاضاءه، ماشي الاضاءه، اصلا عندي الروينه في الكوزينه ما قدرتش نصور لكم مزيان، الروينه عندي في كل بلاصه. المهم حاولت نجي هنايا. مهم هادو كاينين ثلاثه لي بوال البنات، ها نتوما شوفوا هاد لي بوال كي دايرين، كاينه هاد لي بوال كبيره شفتوها، وكيدير كاينه المتوسطه وكيديره الصغيره. انا قصدت نقول له خذهم ليا، ما عندهمش يديهم، اللي كاينه غير هذه. انا عندي وحده هذه بحال هكا قديمه ديال واحد المقله، غنخليها عندي بحال اللي تقولوا عندي جوج، وهذه هي الثانيه كديروا لها غير بحال هكا صافي، فما تبغيو يعني اي حاجه تبغيو تخدموا بها كتحتاجوا غير بهكا صافي، المقله كتتهز ما كطيح ما والو، وملي كتبغي تلقي كتلقي بهادو من هنايا. شفتهم انا هادو كيعجبوني، هادو البنات مزيانين بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البلايص بحالي انا. هادو مقلات عاديين، هاد مقله البنات ديال الووك، يعني الا بغيتو ديروا داكشي ديال الشينوا ولا كيكون بحال هكا. هاد المقله كيقولوها المقله ديال الصوتي، يعني الا بغيتو ديروا الحاجه اي حاجه فيها لاصوص، ديروا البايلا، يعني اي حاجه غادي تصوطيوها، هادي كتكون عاليه في العلو ديالها شتو، كتكون بحال هكا. والحاجه اللي زوينه ان هادو كاملين، هادي تقدروا نديروا فيها شي اكله ولا نديروا فيها الكغاطان وندخلوها للفران، هادو كلهم يقدروا يدخلوا للفران، يعني ما تخافوش اليد ما تدخلوش، اليد اللي ما كتدخلش للفران، ما داكشي راه كامل يدخل للفران. وكاينين جوج ديال الكاسرونه بحال هكا وكاسرونه بحال هكا، يعني كاينين سبعه، ثلاثه خمسه، يعني كاينين سبعه. واللي بغيت نشارك معاكم هاد الغطايات، هاد جوج غطايات ديال الا شط لكم الماكله ولا شي حاجه كتقدروا تورقوا عليهم بحال هكا. المهم دابا راه كنخدم لكم بايد وايد، ها نتوما كتسد، المهم انا ما سديتش مزيان ولكن بحال هكا كتسد. والاخرى الكبيره يعني كتحتفظوا بهم في الثلاجه بلا ما كديرهم، كديروا شي بوتي غوار ولا كديروا شي سوبيرا وتخشيو وتقلبوا عليها، يعني كتبقى هكا. هادو الثمن ديالهم هذا خداهم من سيدي سكونت البنات، الثمن ديالهم شحال لو بري؟ 70 يورو، يعني 70 اورو خدا هادشي كامل ب 70 اورو. بالنسبه للكافي ها هي البنات، صراحه كافي زوين، ها هي هانتوما شفتوها فيها الكري، هو ديما كيموت على الكري، هانتوما فيها الكري
بحال هكا يعني عادي. انا اللي دوزات ديال هادي فيها لا سي دو بور لو كافي اولي. وهذه كيكون دوبل ملي كتكون عندك كافي اولي ولا كديري دوك ديال الكابيتشينو كيكونوا غلاض كديري فيهم هذه كتبدلي كديري هذه. وهنايا هذا سي كادو نو هذه يمكن عطاوها لينا كادو معاهم. صافي هادو هما المشتريات. المهم انا عجبتني صراحه. هانتوما هنايا فين كيكون الماء كل مره يتنقى وصافي. هنايا الجهه الاخرى ما فيها والو عاديه صافي. وهذه هذه الا بغيتي تدي بها شي حاجه صافي. الا كانت الميكه عندي ديال الخنشه ديال سيانسيو بحال دابا ملي نعمر هذه والميكه ديال سيانسيو بقات فيها كنسدها بهذه باش ما يخسروش. غنديكم تشوفوا البنات شوفوا الروينه شوفوا الدراري اش كيديروا شوفوا هانتوما شوفوا وشوفوا دابا هذا واش واش ماشي حمقين بالكرتونه كيلعبوا لعبوا بها الله يستر. المهم غزلان ديالي صافي هادشي اللي كاين. كما قلت لكم لا كافيتير هو اللي شراها شتها بحالي بحالكم دابا والمقالي راني كنت وصيتو بغيت المقالي صافي هادشي اللي كاين. دابا الدنيا عندي مرونه غدا الناس غادي يجيو عندي الضياف وراني زعما البارح جمعت الروينه وقديتها ولكن واخا هكا خاصني نعاود نجمع راه عندي ديما كتوسخ. شوفوا البنات هاد الديكور كان عندي عرفتي زويون هانتوما كتهز بحال هكا ديوها لبيت النعاس ولا تخليوها في الصالون كتخلي واحد الضو زويون. هادو غالي فيل بحال هكا سامبل انا شريتو وهنا درت محبق صغير وصافي. وهذه كانت عندي شريتها من شحال هذه لا كولور دوغي هانتوما. ملي كتشعل في الضو ما يبانش لكم عندي الضو عيان في هذا الصالون. البنات انا درت هاد القهوه هادي شوفوا كي جات جات زوينه بصراحه عرفتوا قهوتها زوينه ريحتها بجهده زوينه كتشموا ريحه القهوه فيها وعندها المذاق ديالها. ولكن واخا هكاك بالنسبه ليا انا اصلا ما عنديش بزاف مع القهوه بزاف ما عنديش معها يعني انا جاتني شويه قاصحه ولكن يعني صافا نشربها غير ما نقدرش نشربها دائما دائما. الناس اللي عندهم قهوه غتعجبهم بزاف هادي بصراحه مختلفه على القهوه على لاماشين ديالي. انا دابا لاماشين ديالي ماش غادي ندير ليها واش غادي ندير الميه انا بقات غير محطوطه. المهم غنشوف كي غادي ندير ليها ولا نعطيها لشي واحد المهم غنشوف. الغزلان ديالي وصلنا لاخر الفيديو غنخليكم في ذمه الله وحفظه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ولا فلوق جديد كنموت كنحماق عليكم الغزلان ديالي. وما تنساوش جيم البنات وبارطاجوا لا فيديو وشكرا لكم بزاف.